على مدى 3 أيام متتالية يعقد المؤتمر الاقتصادي كمنصة لتبادل وجهات النظر بين الحكومة والخبراء لصياغة خارطة طريق محددة للتحرك فيما يخص مستقبل الاقتصاد المصري. لمزيد من المتابعة تنضم إلينا من العاصمة الإدارية الجديدة حيث تعقد فعاليات المؤتمر الاقتصادي مراسلة التلفزيون المصري جرمين إبراهيم. جرمين، بعد التحية ضعينا في أجواء المؤتمر لديك وأبرز الوجوه الاقتصادية المشاركة فيه. نعم، بعد التحية ما زلنا نتابع معكم في ثاني أيام انعقاد المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، هذا المؤتمر الذي جاء تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق لعقد مؤتمر اقتصادي يجمع كل الأطراف الفاعلة في المجال الاقتصادي من أجل وضع خارطة الطريق لمستقبل الاقتصاد المصري. اليوم هو يوم مليء بالجلسات والفعاليات التي بدأت منذ الساعة 10 صباحا، منذ قليل انتهت جلسة خاصة بفرص وأفاق التمويل لدعم القطاع الخاص، وكان يسبق هذه الجلسة جلسة هامة جدا كانت تتحدث عن إقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة، وهي الوثيقة التي تم إجراء حوار مجتمعي بشأنها مع كل الأطراف على مدار 3 أشهر، وهي تساعد على تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة تمكين القطاع الخاص، خاصة أنه اليوم المحور الأساسي لهذا اليوم هو كيفية تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال. وكل يوم من الأيام كان له محور محدد، أمس كان يتعلق بمناقشة السياسات الاقتصادية الكلية للدولة، أما غدا فستكون خاصة بصياغة خارطة الطريق لقطاع الاقتصاد القومي. إلى جانب يعني الجلسات السابقة، هناك عدد كبير من الجلسات التي تعقد على التوازي والتوالي اليوم. نحن نتحدث عن ما يقارب من 13 جلسة بتعقد على مدار اليوم الثاني من المؤتمر الاقتصادي، بتتنوع المواضيع والفعاليات ولكن كلها بيخص الاقتصاد المصري وأيضا دعم القطاع الخاص. عندما أيضا نتحدث عن الاقتصاد المصري، فأحد ركائز الاقتصاد هي قطاع السياحة، فهناك جلسة خاصة ستكون عن قطاع السياحة وهي تتعلق بكيفية جذب السياحة واستهداف المزيد من السائحين للقدوم لمصر، وهو ما يدعم بطبيعة الحال الاقتصاد المصري. أيضا هناك جلسة خاصة بدعم بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي في مصر، وأيضا دور مصر الإقليمي كمركز للطاقة المتجددة. هناك جلسة أيضا ستعقد اليوم وهي خاصة بدور صندوق مصر السيادية وفرص المشاركة مع القطاع الخاص. هذه الجلسة سيتم فتح فيها حوار مع كافة الأطراف لمناقشة عدد من الموضوعات التي تتعلق بكيفية إدارة أصول الدولة من خلال الصندوق السيادية، أيضا تشجيع القطاع الخاص على إدارة وتشغيل والاستثمار في الأصول المملوكة من الدولة. هناك عدد من الأهداف المحددة الموضوعة للمؤتمر الاقتصادي بشكل عام ولليوم الثاني بشكل خاص. نتحدث عن وضع سياسات تساهم في تحقيق معدلات نمو اقتصادي شامل ومستدام في ظل التحديات الإقليمية والعالمية، أيضا تحديد سياسات لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، إلى جانب وضع الحلول العلمية للتعامل مع التحديات التي فرضتها الأزمة الاقتصادية. فإذا كل هذه الفعاليات هي الإجابة لسؤال لماذا يتم عقد مؤتمر اقتصادي الآن في هذا التوقيت وما فائدة المؤتمر؟ فالإجابة هي من أجل مواجهة التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية. أيضا يعتبر هذا المؤتمر بمثابة منصة ومن أجل إجراء حوار هادف ما بين المستثمرين من جهة، الحكومة من جهة، وخبراء الاقتصاد من جهة أخرى، من أجل وضع خارطة طريق تستطيع أن تساعد الاقتصاد المصري في مواجهة كل التداعيات وكل الأزمات الاقتصادية التي تأثر بها العالم كله بطبيعة الحال مصر باعتبارها جزء من العالم. كانت هذه التفاصيل، يعني مزيد من التفاصيل ستكون على مدار التغطية المتتالية مع تتالي الجلسات. أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو. جرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري، شكرا جزيلا لك.